في ظل انشغال العالم بالمناوشات الإيرانية الإسرائيلية، حزب الله في لبنان انتزع جزء من الترند لنفسه ونشر فيديو وانتشر بشكل كبير لما قال إنه استهداف لأجهزة تجسسية وموقع رادار في مزارع شبعة تابع للجيش الإسرائيلي. تعالوا نشوف الفيديو. تعالوا نشوف بعض التعليقات على الفيديو ده اللي كانت منتشرة على السوشيال ميديا، سواء إذا كان على أي موقع من المواقع، إنما كان منصة إكس كانت أكترها. سامي الشرفي كتب، يعني هو صخر من الفيديو، قال: ما زال العمود لم يسقط، عندما يسقط سيكون يوم عيد وطني. أما تعليق كان من حساب باسم حر كتب، قال: كل ما يركبوا جهاز أو جهازين تعقب وتجسس يدمروهم، مهيمن إلى هذا الحد. كمان كان في تعليق من حساب باسم أبو محمد، أبو محمد قال: حتى الآن من 7 شهور لم يسقط العمود الاستراتيجي.